تقول عن نفسها في أيام الامتحانات: وعدت صديقاتي بأني إذا نجحت أهدي لهم هدية كلهم، وبعد ذلك لم أستطع الوفاء بنذري، فماذا أفعل الآن؟ جزاكم الله خيرا. هل هي نذرت ولا وعدت؟ في أول السؤال تقول وعدت، وفي آخر السؤال تقول نذرت. إذا كان وعدا فالأمر في هذا سهل، إن استطاعت الوفاء به نفذت، وإلا فلا حرج عليها إذا لم تستطع. وأما إذا كانت نذرت فهذا نذر مباح، نذر شيء مباح، ونذر الشيء المباح يخير فيه بين فعله وبين كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم على التخيير. فإن لم تجد شيئا من ذلك فإنها تصوم 3 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني فهمت من الشيخ صالح أن هناك فرقا بين الوعد والنذر. نعم، هناك فرق بين الوعد والنذر، النذر آكل من الوعد. نعم. نعم. فإن هي قالت نذرت أن أفعل ما هو كذا وكذا، إذا كان هذا من الأمور المباحة، نعم، فإنه كما ذكرنا يخير بين فعله وتنفيذه وبين كفارة يمين. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.